اخرج من وهمك فوق، فكر بره الصندوق، ارفع من عزمك فوق، بكره الايام هتروق. دنيا مش دايما بحال، لازم فيها ترحال، تقدر وتعدي الجبال، توصل اسرع من الضوء. فكر بره الصندوق، بره بره الصندوق، فكر بره الصندوق، بره بره الصندوق، فكر بره الصندوق، بره بره الصندوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج بره الصندوق. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. النهاردة هنتكلم عن الأزمات وكيفية التعامل معها وكيفية حلها. بداية، الأزمة وتعريف هي عبارة عن حدث أو خلل عارض بتمر بيه البلاد والمجتمعات حتى الأفراد. الأزمة دي بيتولد منها أحداث ونتائج قد تكون إيجابية أو سلبية أو الاتنين مع بعض، لكن في النهاية بيتولد موقف أو وضع جديد. ونسيبنا بقى من الورقة والقلم ونتكلم كده بالعامي عن الأزمة. الأزمة دي حاجة شبه المشكلة، بس مشكلة كبيرة شوية. أخطر حاجة فيها إنها بتتشعب وبتتفرع منها مشاكل بتتشعب برضه وبتأثر على كل حاجة موجودة، زي أزمة الكورونا بالظبط. والنهاردة هعرض لكم أزمة أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة على جميع الأصعدة السياسية والعلمية والاقتصادية والمجتمعية، وأثرت على المجتمع كله والعالم كله. الأزمة دي هي أزمة الحرب العالمية الثانية، وهنشوف إيه الأثار المترتبة عليها. تابعونا. بدأت الحرب العالمية الثانية سنة 1939، وكانت بين دول المحور وقوات التحالف، وكان على رأس دول المحور ألمانيا واليابان وإيطاليا، ومن جهة تانية كانت قوات التحالف إنجلترا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي وأمريكا. وانتهت سنة 1945 تاركة خلفها مجموعة من الآثار المترتبة عليها. الحرب دي أثرت على مجتمعات كتير وعلت معدلات العنوسة، وما بقاش في رجالة بمعنى الكلمة، لأن الحرب بكل بساطة مات فيها أكتر من 50 مليون شخص. طبعا الجيوش دي بتتكون من الشباب، وبرغم ان ما بقاش فيه رجالة إلا ان معدلات البطالة كانت عالية برضه، وده لأن المصانع كلها اتدمرت في الحرب والطرق كانت منهارة. وده يا دوبك كان جزء بسيط من الآثار السلبية اللي أثرت على المجتمعات خلال فترة الحرب وفيما بعدها. أما التغيرات المجتمعية الإيجابية كان أهمها إن الشعوب اللي دخلت الحرب ظهر ما بينهم توجه قوي جدا ضد فكرة الحرب والديكتاتورية ومبدأ الرأي الواحد، وظهر عندهم مبدأ المشاركة، مبدأ السلم، مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات. وده بقى اللي خلاهم في حاجة جديدة جدا لنظام جديد يخدم طبيعة أفكارهم واحتياجاتهم الجديدة. ولما وصلوا للنتيجة دي عرفوا هما يعملوا ايه ويتحركوا ازاي علشان ما يقعوش في الخاية تاني. فعملوا مجلس الامن والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وده كله في سبيل ايه؟ انهم يقدروا يمشوا مصالحهم بدون ما يكون في حروب ولا اي خسائر. وزي ما في تغيرات علمية ايجابية، طبعا في تطورات علمية وحربية سلبية. ولما حبت امريكا تنهي الحرب مع اليابانيين راحت رمي عليهم القنابل النووية فوق هيروشيما وناجازاكي، وكان الكلام ده سنة 1945، وتسببت في مقتل أكتر من 200,000 شخص بدون أدنى شفقة أو رحمة. وزي ما في تغيرات علمية سلبية برضو في تغيرات علمية إيجابية، زي مثلا الرادار ساعة الحرب كان سلبي، بعد الحرب كان إيجابي، اللي كان دوره تطوير الملاحة الجوية. إزاي يتعامل الشعب الياباني مع الحرب؟ هنلاقيهم في التعليم وجهوا التعليم للفكر الوطني والقومي وتدريس الدين والأخلاقيات، وده اللي خلى الشعب الياباني يتجاوز الأزمة بإصرار وعزيمة وتحدي.
وكلنا شايفين نهضة اليابان في جميع مناحي الحياة، وده اللي خلانا نقول عليهم كوكب اليابان. نفهم من كده ايه؟ ان تعليم الاخلاقيات له الدور الاساسي في نهوض الشعوب والمجتمعات، مش بس كده، ده كمان نجاحهم. نقدر نقول من المحن تأتي المنح. احنا دلوقتي في محنة او ازمة، سموها زي ما تسموها، المهم ان دي افضل فرصة لتعلم الدرس وتجاوز اخطائنا. يجب اصلاح ما افسدناه، واول درس لازم نتعلمه هو اخشوشنوا فان النعيم لا يدوم. تاني درس لازم نعزز فكر الاخلاقيات في مجتمعاتنا. تالت حاجة لازم نأكد على دور البحث العلمي والمعرفي في عبور الأزمة. أكتر حاجة محتاجينها هي أكتر حاجة بنكثف جهدنا فيها عشان نوصل لها، وإحنا دلوقتي في أمس الحاجة للتكاتف. بدون التكاتف مش هنعدي الأزمة. وبما إننا كلنا عندنا وقت فاضي وقاعدين في بيوتنا، يلا نستغل الوقت دوت وعملوا لي لايك هنا وسبسكرايب هنا، وما تنسوش تفعلوا الجرس. وطبعا زي ما انتوا شايفين في الأزمة الحالية، معظم الناس والشعوب جريت على المولات الكبيرة وفضلت تشتري في المنتجات بشكل كبير جدا وشرها عالية، لدرجة ان عملت زيادة على الطلب، وبالتالي اترتب عليه زيادة في الأسعار. مع ان كان بإمكاننا نسهل على بعض الأمور ونشتري السلع الأساسية بس، بدل ما نشتري الكميات الكبيرة اللي احنا اشتريناها اللي غلت علينا الأسعار كلنا. وأخيرا يا جماعة، وليس أخيرا، لازم نعرف كويس جدا ايه هي أسباب ظهور هذه الأزمة علشان نتجنبها في المستقبل ونستعد لها كلنا مع بعض، لأن بتكاتفنا مع بعض هنقدر نعدي أي صعب ونحوله لفايدة لينا ونجاح كبير. وبالعلم والمعرفة هنقدر نعرف الخطوة اللي هناخدها هتفيدنا ولا هتضرنا. وآخر حاجة أحب أقولها لكم بيتين شعر للإمام الشافعي رحمة الله عليه. ولربنا سنة يضيق بها الفتى ضرعا وعند